تريكة سريعة عشان تعرف تخس او تنزل بطنك. تعمل ايه؟ تقلل عدد السعرات الحرارية اللي بتاخدها في اليوم الواحد اقل من الطبيعي اللي هو هيجيلك من معادلة اسمها BMR او البيزل ميتابوليك ريت اللي عاملها واحد اسمه هارس بندت. دي اللي بتطلع المعدل السعرات الحرارية الطبيعية اللي انت المفروض تاخدها في اليوم طبيعي عشان يحافظ على وزنه. بس احنا عاوزين نقلله، احنا هنقل عن الناتج من المعادلة دي. تقليل معدل السعرات الحرارية اللي بتاخدها في اليوم الواحد اللي هي اسمها الكالوريك ديفيسيت. تاني حاجة تقلل المية اللي تحت الجلد، الووتر ريتينشن. تقلل الووتر ريتينشن ازاي؟ تقلل الملح في الاكل وتشرب مية كتير، ولو بتاخد كرياتين تمنعه او تقلله. لو مش عايز تخش في التفاصيل، مشغول وعندك حاجات كتير، عين بيرسونال ترينر او تاخد هرمونات. دي حاجة ما منصحش بيها، التستوستيرون او الجروث هرمون. انا عامل بوستات ضد الهرمونات. تالت حل ان انت تعمل عملية تدبيس معدة او تعمل عملية شفط والحاجات دي، انا برضو ضدها. اضرار كتير، تدخل جراحي. نتائج الناس اللي عملوا العمليات ما عملتش واحد جسمه فظيع. او اخر حاجة ان انت تتابعوني. كان معاكم مود، دكتور جيم. سلام.